بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحن في شرح الشابتر الثالث Performance of Feedback Control System من مقرر التحكم الآلي Automatic Control. وهنا سنتكلم على Ramp Response of a First Order System. The Ramp Response of a First Order System means that my input should be ramp. So consider the following first order system given by هذا ال first order system أو على شكله العام أو in its general form k over ts plus 1 and r of s is equal to the ramp means that in the Laplace domain r of s equal to 1 over s squared. We will try to find out c of s and after c of t. So c of s equal to بطبيعة الحال هنا الـ C of S هي الـ input ضرب the transfer function، يعني الـ R of S هي 1 على S square مضروب في الـ transfer function K over TS plus 1. The ramp response is given by بطبيعة الحال هنا عندي الـ C of S يعني في الـ S domain أو في الـ Laplace domain أو في الـ symbolic domain يعني في المجال الافتراضي لابد أن نحولها إلى time domain بواسطة Laplace minus 1. وهنا عندي طرق عديدة، إما استعمال جدول لابلاس أو استعمال البارشل فراكشن، يعني هما الطريقتين الأهم البارشل فراكشن أو استعمال الجدول. وهنا يعني من C of S I can get the function or the response C of T like this. يعني عندي هذا C of S وهذا باللابلاس أنفيرس، يعني باستعمال قلنا أنه التيبل باستعمال التيبل أو باستعمال البارشل فراكشن I can get my response C of T like this. K مضروبة بين الأقواس T يعني variable time minus T capital constant time plus T capital اللي هي constant time مضروبة في E minus T على T capital. If I can or if I take K for example equal to 1 and T equal to 1, my function C of T it take this form بطبيعة الحال هنا equal to K equal to 1 يعني 1 مضروبا في a time variable T minus a T capital 1 plus T1 يعني E minus T over 1. هذا هو C of T. I can plot this function. بالنسبة للكيرف هذا أو الكيرف اللي بالأزرق هذا هو the input or the ramp as function of time. وإذا يعني رسمنا ال C of T و C of T يعني هي the response of the system it's with the green color. هنا يعني عندي error، عندي error في الزمن، يعني في هذا الزمن the input is equal to this value، يعني بعد مدة زمنية معينة الـ output سيكون يعني بنفس القيمة مع الـ input، هذا الـ error في الزمن. أما بالنسبة للـ error في القيمة هو يعني يكون عمودي، يعني في وقت محدد مثلا في الـ time equal to 5 second، يعني the input equal to this value and my output equal to this value. وبالتالي يعني هذا هو الايرور في القيمة أو الايرور في الجين، يعني عندي ايرور في الزمن وايرور في الجين. Another example if I can take if I take k equal to 1 and the time constant equal to 3 I can get another plots. يعني بالنسبة للكولر الأزرق هو الانبوت وبالنسبة للكولر اللي بالأخضر هو ال output. نفس الشيء إذا أخذنا مثلا في التايم في التايم مثلا 5 سكند أو في هذا التايم تكون قيمة الانبوت هنا يعني تقريبا يعني يعني 5.2 تقريبا، وهذا الفاليو ستكون عليه قيمة الاوتبوت بعد ايش؟ بعد يعني مدة زمنية محددة. فهذا هو الايرور في الزمن. ولو ناخذ مثلا في التايم ايكوال تو 10 اي فيكس ذا تايم ات 10 سكند، هنا لازم اشوف يعني وقت اللي التايم ايكوال تو 10 سكند عندي ديفرنس اور عندي ان ايرور بتوين ذا انبوت اند ذا اوت بوت. فهذا هو بالنسبه للرامب ريسبونس اوف فيرست اوردر سيستم. ثانك يو.